اتفق المتحاورون في الموفمبيك على مجلس رئاسي برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، لكنهم لا يزالون مختلفين حول رئاسته والجهات الممثلة لهذا المجلس. إلى التفاصيل. الاختلاف على تسمية أعضاء المجلس الرئاسي هي الدرجة الأخيرة من سلم المتحاورين بخصوص هذا الموضوع بعد تحديد عدد 5 أعضاء يشكلون المجلس الرئاسي، إلا أن المقعد 5 في المجلس وحصة 8 من القوى والأحزاب السياسية هو ما طرحه اليوم المتحاورون برئاسة المبعوث الأممي جمال بن عمر. الخلاف البارحة هو كان متمحور حول المقعد 5، توزع المقاعد على 4 القوى السياسية الرئيسية، بقي 5 على أساس أنه هذا للرئيس التوافقي، البعض يطرح رئيس توافقي والبعض يطرح ضرورة إشراك الاشتراكي لضرورة وطنية ولكونه كان من صناع الوحدة ولخلق توازن في العملية السياسية. طبعا اليوم قد وصلنا إلى قناعة أن تذهب كل الكراسي ويبقى الوطن. نحن كمتفاوضون الآن على طاولة الحوار حددنا جدول زمني منذ 2 أسبوع، كان يفترض أن ننهي الاتفاق النهائي اليوم، وبالتالي لم نستطع أن ننهي الاتفاق النهائي اليوم لأن هناك قوة تريد أن تماطل وتعرقل لأغراض ربما لها حساباتها الخاصة. حادثة اغتيال الصحفي عبد الكريم الخيواني سبب آخر له تأثيراته على وقائع الحوار حسب قول العديد من ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية الذين يسعون لتجاوز الحادثة لما فيه مصلحة البلاد. مقدم أحر التعازي لأسرة الشهيد الفقيد الأستاذ عبد الكريم الخيواني، فقد كان بالنسبة لي صديق لم تتأثر صداقتي معه في مختلف الظروف رحمه الله، والجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفته إنما أرادت استهداف اليمن برمتها، أرادت استمرار بقاء اليمن في دوامة العنف وفي دوامة القتل العبثي. لم نفاجأ لأننا ندرك أن المناضلين الذين اختطوا صوب هذه الدولة المدنية الحديثة سيدفعون ثمنا والقافلة ستطول، لكننا راضيين كل الرضا لأننا نخطو خطوات حثيثة نحو هذه الدولة. طبعا للتوقيت دلالة كبيرة جدا، اليوم 18 مارس هي ذكرى جمعة الكرامة التي أدمت قلوبنا في عام 2011، وأن يتم استهداف الأستاذ عبد الكريم اليوم في هذا التاريخ هو أيضا لكي تقول تلك القوى أنها ما زالت باقية وأنها أيضا تستهدف من كان يفترض أن يموت في ذلك الوقت، أيضا ممكن أن يموت في هذا التاريخ. يحاول المتحاورون جاهدين الالتزام بالمدة الزمنية لجدول موضوعات الحوار والانتقال لحوار عملي يجسد كل نقاشهم، ورغم ذلك لا يخلو المشهد من مفاجآت جديدة.